إلى ذلك وتحديدا إلى محافظة الموصل، حيث طالب عدد من موظفي الأجور اليومية التابعين لوزارة الشباب والرياضة رئيس الوزراء والجهات المعنية بتحويل اعتمادهم الوظيفي إلى عقود وزارية. جاء ذلك خلال تظاهر لهم أمام مبنى محافظة نينوى، مبينين أن عددهم أكثر من 900 شخصا يعملون منذ أكثر من سنة دون حصولهم على أي رواتب، مطالبين الرئاسات الثلاث بالنظر إلى حالهم والعمل على تثبيتهم بصفة عقد. احنا عقود تشغيل يومي، أجور يومية على مديرية الشباب والرياضة. احنا تقريبا 1000 شخص، 935. اليوم راح يصير لهم تقريبا سنة على موعد تشغيلهم بالأجور اليومية. نطالب اليوم من السيد من السلطة المحلية أو الحكومة المحلية ممثلة بالأستاذ نجم الجبوري، ومخل الحكومة المركزية ممثلة برئيس الوزراء المحترم محمد شيع السوداني، وحتى نطيق نقول السلطة التشريعية ممثلة بالسيد محمد الحلبوسي، بالنظر بعين العاطفي لهذه الفئة كونهم أصحاب عوائل ومواظبين على الدوام ويريدون النهوض بعوائلهم وببلدهم قبل ذلك. نحن أجور يومية شباب ورياضة نينوى، نطالب رئيس الوزير ونطالب المحافظ نجم الجبوري إذا ينظر إلى هذه الفقرة. نحن ناشدنا وطالبنا إلى سيادة النواب، ولكن ما حد ينظر إلى حالنا. نحن صاحبين العوائل وفقراء، ولكن يعني تعرف انت احنا صاحبين عوائل نروح ونرجع، يعني كلها يعني مصاريف احنا من عندنا، يعني من جيبنا 1000 دينار ما مستلمين، وعندنا كتاب وعندنا امر اداري موجود، فهذه مطالبتنا. نحن جور يوميه شباب رياض نينوى، صار لنا سنه نداوم بدون راتب، نطالب المحافظ نينوى رئيس الوزراء ان نظره العطف علينا الى تحويلنا الى عقود وزاريه، وراجعنا نواب الموصل ان ما ينطوا خبر يقولون كل شيء ماكو عليكم، انتم مفصولين اصلا.